يا اما اي يا اما بي، اللي هو فقط بوضع فارزه، وهذا درسناه كله، انه يصير على السهم اللي ينتقل من حاله الى حاله بالترانزيشن جراف شباب، اللي راح يتطور عندنا مثل ما بلغتكم. بعد ما صار عندنا اساس قوي راح نبدأ نتطور بهذا الموضوع، نفس الموضوع الجواب السابق. نعم نعم الشاشة واقفة يمي ماكو اوكي، كلكم واقفة عندكم شباب؟ لا لا دكتور دكتور. واضحة اوكي، يعني اعتقد الانترنت شوية ضعيف عندكم. على العموم اللي عنده انترنت ضعيف شوية خليه ينتظر لما الشاشة تنزل، وانا لذلك حكون بطيء بالشرح حتى لا، اوكي، حتى لا الصفحة او الشرح يفوتكم. اوكي راح اعيد شباب. بداية شباب، احنا من درسنا الترانزيشن جراف اخذنا اسهم الانتقالات من حالة، يعني لو فرضنا عندي هنا حالة الى حالة اخرى، اسهم الانتقالات اللي موجودة عندنا واللي درسناها هي يا اما اخذ بيها حرف واحد اللي هو يا اما اي يا اما بي، او مرات اكتب لكم الاي والبي معا لكن ما تجي بنفس الوقت، هاي بالديزيشن دايجرام اللي هي بالمواضيع السابقة. بالترانزيشن جراف لا شباب، راح ناخذ اكثر من احتمالية. يعني مثلا اذا انا عندي انتقال من خطوة رقم واحد الى خطوة رقم اثنين بالاي، لنفرض انه عندي هذا الرسم، هاي هنا دائرة وهنا ايضا دائرة، انتقلت من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية باستخدام لول أي لول بي، ثم انتقلت من الخطوة الثانية إلى الخطوة الثالثة، ولنفرض الخطوة الثالثة هي النهاية والخطوة الأولى هي البداية. زين، لنفرض أنه انتقلت من الخطوة الثانية إلى الخطوة الثالثة باستخدام، لنفرض أنه حرف آخر اللي هو أيضا البي. إذا بصورة عامة أحتاج إلى أي حرف بالبداية ثم البي في النهاية، يعني إذا إجاني أي وبي أني واصل للنهاية، هذا السهم صاعد لي فوق. إذا إجاني بي مع البي أيضا واصل للنهاية. لو تلاحظون شباب هنا إيش عندنا كم حالة؟ عندي 3 حالات حتى أوصل للنهاية، طبعا هاي فرضا، محتمل أني أقدر أرسم 4 أو 5 حالات يلا أوصل للنهاية، لكن بالترانزيشن جراف أني أقدر مباشرة أرسم سهم واحد أقول له من البداية للنهاية أوصل لي مباشرة برمز الـ A B. إذا هنا أنا سويت اختصرت عدد الحالات اللي موجودة من 3 حالات إلى حالتين، ثم اختصرت الأسهم الانتقالية والوقت، لأنه الانتقال من 1 إلى 2 ثم من 2 إلى 3 هو مو نفس الوقت اللي ينتقل به من رقم 1 إلى رقم 3. اللي نقصده هنا شنو شباب؟ الترانزيشن جراف راح يقلل لي الهاردوير المستخدم، الأجهزة المادية، طبعا إذا كنت أتكلم عن ماشين خاصة لبرنامج محدد، بالإضافة إلى تقليل الوقت محتمل إلى النصف أو للأكثر، يعني محتمل إلى أقل من النصف، يعني راح يزيد لي الكفاءة مال السيستم مال الماشين اللي عندي، بالإضافة إلى تقليل الكلفة. وقلت لكم أني سابقا كانوا يبحثون فقط أنه في بعض الأحيان نزيد يا اما السرعه او يا اما نقلل الكلفه، لكن حاليا في انشاء اي نظام اي ماكينه او اي سيستم يبحثون عن شيئان رئيسيان، الاول هو تقليل الكلفه والثاني زياده السرعه، يعني صارت هاي الشغلتين اللي موجودات هن اساسيات. قبل مثل ما قلت لكم اللي موجوده بالحاسبات مثلا من يسرع البروسيسر يشتغل فقط على تسريع البروسيسر لكن الكلفة مالته تزيد. لا، حاليا في الوقت الحالي يعني اللي نقصده انه بدأت الكلفة تقل والسرعة تزداد. طبعا هذا شغل، الشغل ما لنا علاقة به، احنا الشغل اللي لنا علاقة به انه كيفية اعداد هكذا سيستم. لذلك قلت لكم انه المبرمج في بعض الاحيان، بعض الطلاب مثلا يسوي لي برنامج لانشاء مثلا كالكوليتر، حاسبة اعتيادية،
تقوم بعملية الجمع والطرح والضرب والقسمة. هذه الحاسبة بعض الطلاب يقدر يسويها باستخدام الفانكشن، باستخدام الدوال. طبعا بما انه انتم طلبة مرحلة ثانية، اعتقد الفانكشن المفروض انتم عندكم اطلاع عليها، شلون تكون ستراكشر وكلاس وفانكشن. بعض الطلبة لا، يلجأ الى الامور او الاوامر الاعتيادية، بحيث محتمل يحتاج الى صفحة من البرامج. بينما اللي برمج باستخدام الدوال يقدر يصدر هذه الدوال بعد ان يعد البرنامج، يقدر يصدر هذه الدوال الى مستخدمين اخرين يقدرون يستفادون من البرنامج اللي سواه. لذلك اكو فرق بين الانشاء لغرض السرعة او لغرض تقليل الكلفة. على العموم ما نريد ندخل في مواد اخرى، هاي مجرد للتوضيح. لو فرضنا بانه اجاك مثال يحتوي فقط على الدائرة التالية، فقط هذه الدائرة، يعني حالة واحدة، حالة الادخال واحد بدون حالة إخراج، بدون أي أسهم انتقالية إلى أي حالة أخرى. طبعا هنا في هذه الحالة شباب، معناته ما راح نقبل لا صفر لا أي ولا بي. ليش؟ إحنا قلنا نقبل الصفر فقط في حالة أنه السالب والموجب أو البداية والنهاية هي في نفس الدائرة. عفوا، هي البداية والنهاية في نفس الدائرة. أما إذا كانت تحتوي فقط على سالب بدون زائد، معناته هنا شنو؟ معناته أنه ما يقبل لا صفر لا أي ولا بي. إذن هنا بالأعلى ما تقبل حتى الصفر. هاي نخلي جواها خط حتى تكون واضحة عندكم. اوكي، اسف للانقطاع. هنا عندنا الدائره اللي موجود بها السالب والموجب، معناته بانه الحاله صحيح ما راح تنتقل الى حاله وسطيه، لكن من المحتمل ان تنتقل من حاله البدايه الى النهايه فقط بوجود الصفر. اذا هذا الترانزيشن جراف اللي كاتب لكم اياه بالاحمر ينتقل الى النهايه فقط في حالة وجود الصفر. طبعا مثل ما قلت لكم الصفر علامته هذه وليست الأي، في بعض الأحيان تصير الطباعة خاطئة، يعني آسف جدا. أوكي، ننتقل للسلايد اللي بعده. مثل ما قلت لكم الترانزيشن جراف شباب، الانتقال من حالة البداية إلى النهاية، طبعا من المحتمل في الديزيشن دايجرام في الدروس السابقة اللي أخذناها، الديسيشن دايجرام قلت لكم عليه محتمل تجيني بداية واحدة وعدة نهايات. بالترانزيشن جراف شباب بيها أكثر من بداية وبيها أكثر من نهاية، يعني ماكو أي مشكلة إذا تجيني أكثر من بداية، مثل ما موجود بهذا المثال، بداية رقم واحد، بداية رقم اثنين، وبداية رقم ثلاثة. وأيضا من المحتمل أنه تجيني أكثر من نهاية في نفس الوقت. إذا الترانزيشن جراف مو نفس الديزيشن دايجرام. هاي بأول نقطة، اللي هي أرجع أعيد بأنه الانتقال بين البداية والنهاية، بحيث أني من الممكن أن يحتوي الرسم أو الترانزيشن جراف على أكثر من نقطة بداية وأكثر من نقطة نهاية. أوكي، هذه متفقين عليها. هذا أول فرق بين الترانزيشن جراف اللي هو احنا ندرسه حاليا، وبين الديزيشن دايجرام اللي رسمناه سابقا. عفوا، هاي الكتابة المفروض عرست الباوربوينت، مو مشكلة. وبين الديزيشن دايجرام اللي هو اخذناه في الدروس السابقة. زين، الفرق الثاني شنو شباب؟ الفرق الثاني بانه سهم الانتقال من حالة الى حالة اخرى لا يحتوي على حرف واحد فقط. طبعا من المحتمل أن يحتوي على حرف واحد فقط، لكن بالترانزيشن جراف نقدر نكتب أكثر من حرف بالسهم الانتقالي الواحد. زين، هذا أيضا اتفقنا عليه وافتهمنا. خلينا نجي نباوع على هذا الرسم ونحله ونشوف شنو اللغة المقبولة هنا. بداية شباب، بما أنه أنا عندي أكثر من حالة بداية، إذن
نقدر نعتمد عليهم كلهم. شلون؟ نقدر نبلش بأول وحدة، يعني نبدأ بالحالة رقم واحد ونشوف شلون توصلني للنهاية ونكتبها على جهة، ثم بلس حتكون يعني إضافة إلى الحالة رقم اثنين وشنو اللي يوصلني للنهاية، وحالة رقم ثلاثة وشنو اللي يوصلني للنهاية. نجي على حالة رقم واحد، اللي يوصلني من البداية للنهاية حسب رقم واحد هو الصفر. إذا يعتبر الصفر هو أحد الحلول اللي يوصلني من البداية إلى النهاية، هذا أول واحد. ثاني واحد، البي أي أي إذا إجتني ككلمة واحدة مباشرة راح توصلني من البداية إلى النهاية، إذا البي أي أي هي أيضا تعتبر كلمة ناجحة. أوكي، بعدها الكلمة الثالثة، شوفوا أو لاحظوا هنا أنا عبارة عن 4 حروف، الأي بي بي أي، هذه الكلمة أيضا إذا جت راح توصلني من البداية إلى النهاية. إذا تلاحظون أنه جمعت 3 كلمات وليست كلمة واحدة، يعني 3 احتماليات للحل لا يوجد غيرها. زين، خلي نجي نباوع الأخطاء أو نشوف شو الأخطاء اللي راح تصير بالترانزيشن جراف. ليش راح تصير عندي أخطاء؟ ذاك الدرس قلت لكم أنه الترانزيشن جراف وهذا الفرق رقم 3 بينه وبين الديسيشن دايجرام اللي هو، أو الديسيشن جراف اللي هو الانتقال من حالة إلى حالة، قلنا صح محتمل أنه يكون بحرف واحد، لكن بالديسيشن دايجرام ما راح احدد عدد الحروف اللي ينقلني. شلون؟ بالترانزيشن جراف لنفرض انه جاءت الكلمة التالية، اوكي خلي امسح هذا، لنفرض بانه جاءت عندي الكلمة التالية اللي هي البي اي ثم البي اي اي، خلي اكتبها، او خلي نفرض هاي الكلمة اللي موجودة هنا، اوكي خلي امسح هذا، لنفرض بأنه الكلمة اللي موجودة هنا هي جتني البي اي اي. زين، لنفرض بأنه أن يعني مثلا المستخدم أو المبرمج لم يحدد طريقة أو عدد الحروف المدخلة، اللي أقصده شنو؟ لو فرضنا بأنه السيستم أخذ البي اي اي على شكل حرف حرف، يعني أول حرف حيقراه هو البي وليس البي اي اي كامل. زين، لو نلاحظ البي هي ما موجودة لا بحالة رقم واحد حتى تنقلني إلى حالة النهاية أو ترجعني لنفسها، ولا موجودة في حالة رقم اثنين حتى توديني للنهاية أو ترجع لنفسها، ولا موجودة في حالة رقم ثلاثة، يعني لا لوب ولا سهم انتقالي. إذا في هذه الحالة البي مثل ما قلت لكم في الدرس الماضي، البيش راح يسوي؟ راح يسبب لي حالة اسمها انبوت كراش، اللي انا طبعا مثل ما دا اشرح لكم الفروقات بين الترانزيشن جراف والديزيشن دايجرام اللي هي 3 فروقات مطلوبة من عندكم، بالإضافة لذلك فمن اعطيكم هيك ملاحظات ايضا مطلوبة عندكم. البي هنا أنا شباب من قراءة مرة واحدة سبب لي انبوت كراش، يعني توقف للمدخلات بغض النظر عن المدخلات اللي موجودة بعده، سواء اي سواء بي. ليش؟ لان انت من البداية اذا قرأت هذا الحرف كحرف واحد، اذا انت دا تقول للسيستم بانه هذا الحرف ما تقبله، فماكو داعي ينتقل الى اي حروف اخرى، ماكو داعي. ليش؟ لان انت توقف من البداية قراءة كحرف واحد. زين، لو فرضنا بأنه السيستم أو الماشين، الماكينة اللي تم تنصيب البرنامج عليها، بأنه قرأت كلمتين، أو عفوا قرأت حرفين 2 digits، أوكي بهذه الحالة لو أتابع أيضا راح أعاني من نفس المشكلة اللي هي البي أي، ما راح تنقلني من البداية إلى النهاية في أي حالة من حالات الشكل، بالإضافة لذلك البي أي ما راح ترجعني لحالة من الحالات، وهذا أيضا وضحناه وشرحناه لكن لازم نوضحه مرة أخرى. لذلك بالترانزيشن جراف عند وجود كلمة
يجب أن نحدد مع الكلمة عدد الحروف التي تنقلني من حالة إلى حالة أخرى. يعني من تجيني كلمة البي أي أي والتدريس بلغني أنه هذه الكلمة، رجاء شباب هسه اللي عنده استفسار أكون وياه، بس أخلص مثال مثال. اللي عنده هذه الكلمة راح أبلغه أو أجاوب السؤال بأنه هذه الكلمة هي ناجحة في حالة أنه يكون استقبال المشين لهذه الكلمة على شكل 3 ديجيتس أو 3 أو 3 مراتب. وهي نفس الملاحظات اللي أنا كاتبها هنا أنا عليها بالشرح، أتوقع لغيت للشرح لأنه أنا شرحت عليه. لكن الملاحظة اللي أريد أنطيها، إحنا فرضنا بأنه الكلمة اللي موجودة عندنا هي البي أي أي. خلي أرجع أكتب الكلمة هنا، أتمنى أنه ما يصير عنده أشكال بالبرزنتيشن حتى أشرح لكم إياها بشكل واضح. لحظات، خلي بس أرست البرزنتيشن شباب، واللي عنده استفسار عادي خلي يقول لي شباب إذا عندكم أي استفسار على هذا السؤال اللي راح.